السلام عليكم، مبروك عليكم هذه المناسبة السعيدة، ذكرى ديال المولد النبوي صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة كنتقدم لكم بهذه الهدية، نتمنى تقبلوها. عاوتاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله. فوق عواشكم.